من غير النظرة السلبية تجاه المدرب الوطني ومن أثبت أن زامر الحي يطرب وأكثر. سعد الشهري مدرب منتخبنا الأولمبي الذي واصل تحقيق أرقامه المميزة خلال مسيرته التدريبية، كيف لا وآخر صنائعه قيادة الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبه على أوزبكستان بهدف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند. وما قد يغفل عنه الكثيرون أن الشهري الذي بدأ مشواره كلاعب اتفاقي عام 98 كان قائداً للمنتخب السعودي الشاب في كأس العالم عام 99. على الصعيد التدريبي بدأ الشهري طريق التدريب من أول السلم كما يقال، حيث قاد منتخب تعليم المنطقة الشرقية عام 2008 قبل أن يصعد بفريق القادسية للناشئين لدرجة الممتازة، ومن ثم يحقق معهم لقب الدوري في الموسم التالي. انتقل الشهري بعد ذلك لمنتخب الشباب كمساعد مدرب قبل أن يعود مجددا لقيادة الأندية ويحقق مع شباب النصر لقب الدوري، ولكنه لم يستمر طويلا حيث تسلم دفة قيادة تدريب الأخضر الشاب وتمكن من الوصول إلى نهائي كأس آسيا للشباب عام 2016 وانتزع مع المنتخب فضية البطولة، كما قاد الأخضر نحو كأس العالم تحت 20 عاما وساهم في وصوله إلى دور 16. في 2017 تولى الشاب الطموح تدريب نادي الاتفاق قبل أن يعلن الاتحاد السعودي تكليف الشهري بتدريب المنتخب الأولمبي. ليثبت الشهري بكل هذه الأرقام والمسيرة المميزة بأننا نقف أمام مدرب قادم بقوة لينحت اسمه بحروف من ذهب الإنجازات في الكرة السعودية والعالمية. يا رب.